طبعا احنا الجمعيه تقدم خدمات لذوي الاعاقه السمعيه، من الخدمات اللي نقدمها اصدار بطاقات اثبات الاعاقه، وعندنا توفير السماعات الطبيه مجانا للصم وضعاف السمع، وعندنا الاعانه الماليه للصم ذوي الدخل المحدود، نعطيهم اعانه ماليه مقطوعه، وعندنا اللي هو مكافاه الزواج، اي صم بيتزوج نعطيه بعد مكافاه ماليه. وعندنا بعد من الخدمات اللي نقدمها تدريب الصم، نسجلهم في دورات تدريبية ونأهلهم، نسعى لهم البحث عن العمل توظيف، وعندنا اللي هو نشر ثقافة لغة الإشارة عن طريق التعاون مع الجهات وإعطاء دورات لغة إشارة أو كأفراد. وسبق وعندنا في الجمعية مركز ترجمة وتدريب معتمد، وعندنا بعد القاموس الإشاري السعودي ومكتبة لغة الإشارة، هذه كلها موجودة في المواقع الإلكترونية. تقديم دورات لغة الإشارة وإصدار القواميس الإشارية المعتمدة، ودائما لما نشارك في الفعاليات ننشر ثقافة لغة الإشارة، نجذب الناس عن طريق مثلا طباعة أسمائهم بلغة الإشارة، نعلمهم الحروف الأبجدية. وعندنا بعد مكتبة لغة الإشارة زي بحث جوجل، أي كلمة تكتبينها يطلع لك إشاراتها. على مستوى المملكة 450 ألف أصم في المنطقة الشرقية، يشكلون منهم تقريبا 17%، العدد 76 ألف تقريبا فاقدين السمع، واللي زارعي القوقعة ومزوجي الإعاقة، وفي أشخاص أصلا طبيعيين بس فقدوا السمع التقدم بالعمر. فهذه كلها الإحصائيات، مش كل اللي موجودين في المملكة مستفيدين من الجمعية، بس عندنا مثلا في المنطقة الشرقية تقريبا عدد المستفيدين مسجلين فعليا ومستفيدين من خدمات الجمعية يوصل 1800 تقريبا. ما في شروط غير أنه يدخل على الموقع الإلكتروني يرفع تخطيط سمع يكون معتمد من المستشفى، نتأكد من إعاقته نقدر نصل له بعدين باقي الخدمات. وشرط أنه يكون عنده أول شيء بطاقة إثبات الإعاقة، بعدها يقدر يستفيد من السماعات الطبية والمكافأة والإعانة المالية وباقي الخدمات، بس أول شيء تصل له بطاقة الإثبات. مركز أسمعك للاتصال المرئي، يصير الأصم إذا يبغى مترجم لغة إشارة يتصل، يطلع له مترجم يترجم بينه وبين الجهة مثلا أو بين الأفراد. موجود المشروع إن شاء الله، شغالين عليه بإذن الله نطلقه.